جيت في الجزء الأخير من برنامجكم الشهري طول عمرك في الخير في الأعداد والتقديم بسمة السوسي، ومعنا ضيفنا الدكتور توفيق كركر أستاذ جامعي مساعد متقاعد متحصل على الدكتوراه في الرياضيات في علم الجبر، عنده تجربة كبيرة في علاقة بالتعليم في علاقة بالتعلم والتعليم في نفس الوقت. لكن احنا توا باش نقفوا عند سي توفيق كركر اللي عنده 80 سنة واللي أكيد عاش الفترة ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال وعنده معاها العديد من الذكريات. لكن خلنا نرجع عليه احنا كيف ما يرجع الفرتاتو، لأنه أنت تحكي وقلت راني أنا مغروم ياسر بالبريكولاج وكل مرة ننجز من حاجة لحاجة. هيد نكتشفوا بعض الحاجات متاع البريكولاج اللي تحكي عليهم قبل ما ننهيه معاك بأجزاء من تاريخ تونس هي كذلك جزء من تاريخ حياتك. تفضل. البريكولاج جاي من اللعب. كنا نصنع برشا حاجة، نقول نمشي مع الوالد للسوق ناخذ صندوق تاع خضرة، صندوق اللوح هذاك نفرق ونخدم كاجو هذاك نخدم نصنع بيه حاجات بالمنشار تاع الاولاد الصغار وكذا. معناها كان بدا من هكا منجمش من نفتحش قوس الوالد الله يرحمه شيخ وزيتوني. كنت تحكي لنا شويه هكا على المشيخه والشيخ والوظيفه هذيه، وخلينا نقولوا كل بهرج اللي تزيد للعائله، انه كنت ولد الشيخ اللي ساكن في نهج المقطع اللي يسكن فيها علي الدعاجي. دونك هذه برشا حاجات من تاريخ تونس. اي في الوقت هذاك انا ما نعرفش علي دعاجي وما عنديش فكره باركم وما في بالكش في باليش بيه. الولد كان في جامعة زيتونة، كان في جامعة زيتونة وقبل ما نمشي المدرسة وكذا كان في بعض الأوقات يزدني معاه للجامعة. نقعد في الحلقة، نقعد قريب للحلقة وهو يعطي درسه الحلقة، وبعد وقت يخرج باش يشرب قهوة مع احنا نمشي معاه وكذا، نعدي الصبحية معاه تقريبا. الحلقة كي تحكي وخاصة الوقت هذاك انت سيتك قريت في الصدقية، ووقتها زادا كان فما جامعة الزيتونة للتدريس. وإحنا طبعا إن شاء الله كانت تجي الفرصة باش نحطوا حتى الصورة اللي فيها الوالد متاعك مع أبو القاسم الشابي. دونك احنا إذا هل هزوز توجهات في التعليم في الوقت هذاك وانت صغير اللي قاعد بحذا الوالد متاعك اللي يعطي في الدرس في جامعة الزيتونة، كيفاش كنت تعيش هالنقاش هذايا ما بين هالتوجه اللي نحو الانفتاح على المدرسة الصدقية والدراسة في الخارج وإلا الاكتفاء بالتعليم الزيتونة؟ بالحقيقة وقتها من صغيرون أما قراءة من بعض الذكريات الوالد يكتب حاجات فهمت باللي أولا أخوتي الكل قرأوا في صدقية من البريمير من الابتدائي، معناها ما خذاش اختيار التعليم الزيتوني رغم اللي هو في الزيتون. وفهمت بالكتابات وباللي كان ينتقدوا فيه باللي كيفاش ولاده يقراوا في يقراوا في الصدقية على حتى ولد ما قرا في جامعة تونس. والله حتى واحد منهم كلهم مشاو للتعليم الصادق اللي كان في جامعة الزيتونة، كان معناه يحب نقرا في الجامعة الزيتونة. تعرضوا لأخوتي الكبار باش يرضي الشيوخ الزيتنا. قال هذا تعرضوا لأخوتي الكبار، تعرضوا لأخوتي الكبار هذا حسب حسب فهمتوا في العائلة نتاعي في الذكريات نتاعو اللي كتبوا وهكذا في مذكراته كتبها الوالد نتاعك. خواطر هو ما يلوح شيء معناها ديما وانا نستغرب نقول حتى استوفيق يقول راني انا معناها ما نلوح شيء حتى البلومه والظفر اللي كتب بهم والمحبره مازال مستحفظ بهم. دونك قيتهم هذوك معناها
واستفدت منهم عرفت عرفت على الأقل التوجهات تاعو علاش صار. أما نذكر تماما باللي فما إضرابات إضرابات في جامعة الزيتونة تذكرها مليح معناها واختلافات وكذا تفكروا بقدر نسمح في اسمحهم كي احكي وذكرت الصغار بيان سور تذكر بالقدا دونك وبعد تو كيف نقرا شويه تاريخ المعنى تفهم روحك في وسط التاريخ اي نفهم نفهم باللي فما الخلافات وليت نفهم سياسيا وتاريخيا وكل شيء مش نفهم مش كشخص عاشهم من الداخل لكن تولي تحطهم في الاطار الزمني نتاعهم في الفتره اللي صاروا فيها دونك وهذا مهم انك انت خاطر عشتهم كطفل مع الوالد نتاعو في جامعة الزيتونة لكن لقيت هذاك الخلاف الفكري وكله كان جزء معناها موثق في تاريخ تونس وبعض نقاشات مع الوالد وقت كبرت شوية وكذا كذلك فهمته أي ولا عندك كيما الوعي دونك هذايا مهم من النقطة هذه الوالد الزيتوني وانت اللي مشيت في التوجه العلمي وانت كنت تحب الاختراعات شنو هو الحاجة الاختراع الملموس المحسوس اللي على الأقل جاب الأكل بتاعه شنو اللي اخترعت لهم في الدار هذا وقت اللي أنا دخلت في صدقية خزندار صدقية خزندار في التعليم الثانوي بديت نصلع نهتم بالإلكترونيك بالإلكترونيك وليت نعم بيكولاي في الإلكترونيك أول حاجة عملتها هو أورديناتور أقلت أورديناتور راديو مخبوني أنا عملت أنت معي دونك حبيت تعمل الراديو حبيت نعمل الراديو عملت الراديو وفي نفس الوقت تعلمت برشا حاجات في اللي كان معناها السانس فيزيك الالكتريسيتي اكسترا وعملت الراديو نتاعك عملت الراديو سمع الراديو سي توفيق كيفاش كان تحويله كان بالليكوتور هكا واحد اونتين كبير طويل الحجره باش كيفاش يخدموا بالحجره هذه كان ما يخدمش لا بيلات ولا كوران يخدم بحجره حجره فقط حجره يسميها غالين لا غالين اللي عندها بروبريتي تاع سيمي كونديكتور دونك اما الصوت يبدا باقي ضعيف انا حاسس الليكوتور الراديو نتاع سي توفيق كركر اللي بالحجره نتاع لاكالين اش يجبد كاشين معناها شي يوصل يجبد تونس الجزائر شويه زاد كذا حاجه تقريبا وانتم اللي عندكم هاك الراديو الكبير اللي بالفلس اللي الصندوق وكل لكن مع هذا انت حبيت تسمع صوت القاهره والولد ما قال لكش لا اي لا اي لا بعد لا الولد قال لي شبيه ما سمعش بقوي خاطر فما قطعه لازم نحطها ونزيدها ونحط بيلات وكذا وكل شيء سالني اشنو القطعه هذه قلت له كذا وكذا وباش يقوي الصوت وباش نص الموجة القصيرة ترى القارة تسمح على الموجات القصيرة لازم نسمي كونديكتور كي باش تقوي الكونديكتور ولكن غالي ثمن غالي ثمن غالي برش غالي برش غالي غالي وقال لي قداش يقول لي تفكر خمسة دينارات ولا حاجة هناك خمسة دينارات تشري قريب دار تو في الستينات وقبل قال لي أعطاك أعطاني واحد وبعد ولي نسمعه بالقوي بغير واحد ونسمعه راديو قارة وغير القارة وهذا معناها ما نعرفش ميساج قوي برشا من والد زيتوني كل كان يشجع على العلم وعلى البحث العلمي هل قطايع منين يتشريو في الوقت هذاك القطايع فما اللي يبيعوا القطايع في ناج ناجتينا كل قطايع قد والقطايع القدم وكذا ناخذهم من
ناس زرقون وقتها كان ناس زرقون في برشا عالم طيب. كبير عالم زرقون كان سوق كاملة كما اللي يشبه للطوى النسخة الثانية نتاع المنصف احنا نقول كما يقولوا تلقى في نفس زرقون هذا البيكولاج كل ناخذ من غادي يعني البيكولاج كل ما نصنع حاجة نمشي لغاديكا نجبدوا ونصنع من غاديكا وكذا دونك صنعت وصنعت الراديو نتاعك احنا باش نرجعوا قلنا اللي انت في نهج المقطع معناها وكنت كنا ناخذوا كذكريات الدار نتاعكم وجودكم في الوسط نتاع العاصمه الاحداث التاريخيه على الاقل واحده والاثنين من الحاجات اللي فريمون كانت حاجات ماركاتك في الصغرى نتاعك ولفات اللي انت تسكن غادي نجمت تعيشها ديريكتومون كنا نحكيوا عليهم حاجة نتفكرها مليح هو أنه ساعة في رمضان ولا في عيد ولا في عيد خاصة تنجكوا الناس تصفف في ناج الباشا في ناج الباشا اللي هو قريب ياسر ناج المقطع قريب ياسر الدامة وعلى يمين وعلى يسار التروتوار وفما كروسة بتاع نتاع البي والحصونية من قدام ومن التالي بعد الموكب كامل نتاع البي يتعدى ولا تتصفق هذه قاعدة الصورة هذه قاعدة في مخي وقاعدة مخي كذلك مظاهرة قعدت قدام الأب ما نفسه هي الوقت كل شيء اللي قاعد في مخي هو المظاهر ايش يقولوا في المظاهر وقتها يمكن عمري 7 سنين قلوا رحمن يا رحمن صارت البكوش اذا عندك احنا ما رحمن يا رحمن في العاده كي يجيو يدفنوا عازل هذه خاطر الحكومه نتاع البكوش ما كانتش الناس موافقه عليها موافقه عملت لها نعش وعملت لها دفينة خرجت من التضقية تاع القصبه وتعديت على صبات الظلام احنا نسميه صبات الظلام وتعدي قدام داركم صبات الظلام ياما عملوا عليه حكايات وحاجات وين جاب الضبط هذا صبات الظلام صبات الظلام هو يدخلون فم الدروج بعد في ناج ببنات بحذاها قد قد اتحاد النساء الاتحاد النسائي جوستمون غاديك بالضبط وانت طالع من معناها من باب سويقة وماشي الباب بنات تلقى اللي فما دروج هذيك البقعة هذيك اسمها صبات الظلام ونهج المقطع فما ثلاثة بقايا فيهم دروج هو في الثاني وانت جاي من باب سويقة دونك هذاك معناه زاد الحاجه هذيك هل كيما نقولوا النعش اللي عملوه للحكومه نتاع البكوش كانت زاد حاجه من الاشياء اللي ماركتك في الصغرى انا باش نخلي لك كلمه الختام واستمتعت جدا باجراء الحوار هذايا معك الدكتور توفيق كركر استاذ جامعي مساعد متقاعد فتحت الكتاب نتاع حياتك الصفحات الكل المزيانه قسمتها معنا باش نخلي لك مسك الختام الكلمه ليك ونشكرك جزيل الشكر على تلبيه الدعوه والحضور معنا اللي تحب تقوله سي توفيق ناس تذكرهم ناس تحب توجه لهم كلمة يمكن ناس تسمع فيك واستمتعت بالحديث معاك دونك لك كلمة الختام لمود لافان كما يقولوا لك انت ومشكور من الحاجات اللي تغربت بها برشا هو التعليم معنا في نهاية الأمر تغربت ياسر بالتعليم وكنت ديما معنا نحب فك التعليم هذاك كيفاش نتواصل مع مع تلامذة ما زلت عندك تواصل مع ناس قريتهم قبل يرجعوا يقولوا يا مسيو اللي قرانا فما يقولوا فما يقولوا حتى معنا ما قريتهمش مباشرة كنت معنا وليت معنا ثقفت روحي في الانفورماتيك خاطر عملت الانفورماتيك وكذا وكونت نادي الانفورماتيك البرمجات الحره
ايه موجود هذا التوا قاعده كيفاش الناس مثلا عندكم صفحه فيسبوك عندك كيفاش يتواصل معاكم عملته 2004 انا كنت ناوي باش نعملوا النادي هذا ولا النشاط هذا في الانفورماتيك مع الاساتذه ما تحركوش اما الطلبه هما اللي جاوني قالوا لنا نحبوا قلت لهم ايه علاش لا الناس اللي تهتم بالاعلاميه بالاعلاميه البرمجيات الحره خاطر انا كنت ندافع على البرمجيات الحره دونك عملت لها نادي ويخدموا حدهم مانيش منترأس النادي نمشي ك للاسراء نوريهم بالصنيه وهم اللي بعد يختاروا الصنيه نوريهم الصنيات وبعد يختاروا حدهم يعملوا انتخابات وحدهم وكذا وكل شيء والاستاذات يستدعون باش نحكي شويه على الاعلاميه الحره وكذا كل شيء مهم جدا معناها اللي تقول فيه خاطر قداش احنا نحبوا معناها كي نبداو كيما لي بولي كي الدجاجه كي نتبعوا ياسر دونك انت تقول لا هي هالبرمجات الحره دونك فو سوبرفيزي تراقب شويه من بعيد لبعيد لكن او ميم طون تخلي للناس الحريه باش تمشي في برشا ثنيه انت توريها لها وهذا يحسب لك للناس اللي تحب تتنور وتتقاسم معاك برشا من التجارب نتاعك عندك زاده انت بلوغ ولا كتابات وين تنجم الناس تطلع على كتاباتك فما عامل موقع ويب اسمه تونيزي دي لوميير موجود على الصفحه بتاعي على فيسبوك كنت كاتب اسمك بالعربي بالفرنسي توفيق كركر كيفاش باش الناس تلقاك وباش الناس تلقى تونيزي دي لوميير وباش تقرا البحوث والدراسات نتاعك وما تنجم توفيق كركر مكتوبه بالفرنسية واحد والرابط موجود بحث البروفيل نتاعك في البروفيل نتاعي من فوق بكل دونك تونيزي دي لوميير سيت ويب فيه ما تنشر وكل فيه ما ننشر على فيسبوك نختار بعض الحاجات عملت قلت بالعمليه دي مؤخرا خاطر يعني على فيسبوك من حيث تكون فيسبوك ولكن فما برشا حاجات ضاعوا باش ما يرجعوش قلت لي سوفغاردي انت كذا حطيتهم ولكن بنستحفظ على اللي نعتبره اهم من غيره شكرا لك شكرا هكا نكون وصلنا لنهاية الحصة هذه من يطول عمرك في الخير شكرا جزيلا للفريق التقني اللي رافقني بثينة البسيلي وسليمة يوسف شكرا زهيرة كانت في قراءة الأخبار شكرا لكم انتم الناس الكل اللي تبعتونا من 10:30 وتبعتوا ضيفي